نظمت جميع المدن والبلدات العربية في أراضي 48 اليوم إضرابا للاحتجاج على القرار الإسرائيلي بحظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية بزعامة رائد صلاح. ومن المفترض أن تتخذ لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر خطوات أخرى بعد هذا الإضراب. مراسلنا بشار صغير تواجد في مدينة اللد ورصد الإضراب من هناك. هكذا بدت مدينة اللد اليوم، محل مغلق ومدارس لم تلتزم بالدوام المدرسي. الإضراب العام شل مدن وبلدات الداخل الفلسطيني تضامنا مع الحركة الإسلامية التي قررت الحكومة الإسرائيلية حظرها مؤخرا. نحن في الداخل نعتبر أن هذا القرار هو قرار سياسي جائر، هو قرار سياسي بامتياز وملاحقة سياسية واضطهاد ديني. ومن المفترض أن تعقب هذا الإضراب سلسلة من الخطوات الاحتجاجية الأخرى، منها تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية بدءا من الأسبوع المقبل.